أجرى المنتخب السعودي تدريبه الأخير استعدادا لخوض مباراة الجولة الأخيرة من منافسات كأس العالم أمام مصر على استاد بلغراد. وطغى الجانب التكتيكي على التدريبات السعودية التي غاب عنها كل من عمر هساوي وعلي البليهي، حيث اكتفيا بتمارين تأهيلية خاصة في ظل معاناتهما من الإصابة. وأجرى منصور الحربي تدريبات انفرادية، وواصل تيسير الجاسم برنامجه العلاجي في العيادة الطبية الذي كشفت أشعة الرنين المغناطيسي إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية. وبهذا يغيب هؤلاء اللاعبين عن مواجهة الفراعنة.